مروان حيدر الخبير الزراعي بينضم لنا عن الطريق. كان بيقول من بيت الزراعة. لا عن الطريق، ما انا حسيت عن الطريق. صباح الخير، بهزور مروان. مشرد نعم، تفضل مروان. انت وين تحديدا؟ موقعك الجغرافي حددوا اذا بتريد. اليوم اخذنا شوي، بعدنا بالجمهور، ترينا ناخذ نقطة صغيرة لنطلع معكم على الهواء. اوكي. طالعين نصور اليوم بتربول لبرنامج العوافي، بدنا نصور عن الخس الايسبرغ، كيف بينزرع، كيف بيتوضب، كيف بينزل على السوق، وكيف بيروح على المطاعم بطريق موضبين بطريقه معينه. نعم. لحتى توصل للمستهلك دغري. يعني عم بتقول بمحل بالارض تبع الالفا جرين. نعم. هالخس والايسبرغ بتشوفوه بالسوق، هيدا خبريه كبيره كثير يعني. رح نصور كل الطريقه اللي بيمشي فيها من وقت ما تكون. صور لنا كيف بجزوا الخس كمان، هي مهمه. بدها صوره كيف بجزوا الخس، طلع بلا جز كم راس. يعني 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 بالنسبه تكبر الخس براسه. فهمت عليها. يعني بكره بالسله ممكن يكون في خس او ايسبرغ. والله كثير حشري بجيب منتوجات الالفا جرين ونكون عم نحطها بالسله، انا عرض علي هون واكيد حيوافقوا معنا. نعم. لانه عندهم طريقه كثير حلوه بالزرع، كمان عندهم طريقه كثير حلوه بالتوضيب، وكمان في شغله انه طريقه رشهم وطريقه الاعتناء فيهم ماشيين على النورم، مشروع كثير يعني كانوا بتعتبروا ببلاد برا ماشيين على نورم كثير مهم. اليوم مضطرين نصور، حابين نصور فوق، قاعدين وعد موعد من زمان، وان شاء الله تكون حلقه حلوه. اليوم كمان اكيد حلقه حلوه عن العوافي، اذا حدا بحب كمان يطلع على الاشياء الزراعيه الجديده اللي عم تتطور، اليوم في عندنا حلقه عن العوافي. مبدئيا حنكون عم نحكي عن الزعتر اليوم. نعم. بالعوافي عشبي. نعم. اليوم بدنا نعتذر لكل اللي حكونا عن السله، ما توفقنا بشيء منيح، بتعرفوا الزرع صرنا على الاخر هلا، فجربنا هلا يجمعوا لنا اياه هون لحتى نقدر نعملها نهار الجمعه بكره. الله راد. بكره على الاكيد حيكون في سله ان الله راد. مع المنتوجات. اليوم بدنا نعتذر من كل يلي كانوا حجزوا عنا، جانا تشفنا لكل شخص بشخص اعتذرنا منه امبارح انه ما توفقنا بخضره على ذوقنا، بس المنتوجات موجوده ببيت الزراعه بونطليه كل جمعة من الاثنين للسبت، ما في مشكلة أبدا، والمنتوجات بيتية مثل ما قلنا ونوعيتها كثير منيحة، واللي جربها كلهم عم بيقولوا يعني بشهادة الناس اللي جربوها إنه شغلة كثير منيحة وكثير طيبة. مروان حدا عم بيسأل شو الفرق بين الكزبرة الخضراء والكزبرة اليابسة؟ الكزبرة الخضراء العادية اللي بحطوها مع الملوخية. نعم. وبحطوها مع الثوم. الكزبرة اليابسة في بيجوا قلل الصغار، هي الحبوب يابسوها، وكانوا كمان بيلبسوا الورق. بس بده يشتري كزبره يابسه اكيد بده يروح على محلات اللي بيعملوا مثل النعناع يابي، فالاشياء هدول بياخذوها، بيبقوا حبوب جلال بيستعملوها كمان بالاكل. بس هي بتنزل، هي ذاتها شتلت الكزبره. يعني شتلت الكزبره هي اللي بتتيبس وبتصير يابسه، يعني هي ذاتها 100%. عبدو شو الفرق بين النعناع الاخضر والنعناع اليابس؟ لا هن عم بيسالوا اولا لانه الكزبره بياخذوها حبوب جلال، مشان هيك انت عم تسأل عليها. هي الشتله بنعجبك بالزراعه ستريتا. الا بنعجبك بالزراعه ستريتا. صعبت شوي سؤالك يعني. بعدين ستريتا اشتقنا لك، ما عم تطلعي معنا ابدا، اليك زمان. شفت انا كمان مروان، ميرسي. اهلا وسهلا. بعد عندنا شيء نضيفه مروان؟ رح نكون بتربول، باردون عفوا. بعد عندنا شيء؟ نو بس كده عم بقول انه اليوم حنكون بتربول، ان شاء الله يكون تصويرنا موفق وطقسنا يساعدنا. برجع بذكر اليوم العوافي عشيه حنكون عم نحكي عن الزعتر، اللي بحب ياخذ فكره كيف بينزرع، كيف بيتقطف، كيف بينخلط ليصير يعني لتو يوصل للمستهلك، اليوم حنحطه بالحلقه كامل من عشيه. ترجعوا بالسلامه ويومك موفق، ويعطيك الف عافيه انت وكل فريق العمل بالاو تي في. ميرسي لك مروان، توصل بالسلامه.